عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. أنا مصر إنهم يروحون ويشوفون مثل العالم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أو صوت تصدر عنكم تراكن تموتوا. قلت لك إيش تدوم منا؟ إن كنت حريصة على روحك لا تصيحين. العناد عرضك للموت يا سمرة، حنا ما نريد بيك الأذى. ابعدوا عني يا لصوص. أنت سمرة؟ أيوة أنا سمرة، وش لك عندي؟ أمشي جدامي بلين، أخير لك وأسلم لك. بالله ما نريد بيك الشر، سيري من غير عناد. تخسون والله حنا ورانا رجال يقطعونا وصالكم. امشي قدامي بقول لك امشي. تنطين هذه الورقة للشيخ ذياب العطية أو فواز الميزر. خايفة من تاليها يا فواز. طمني بالك ما يحصل إلا الخير. إيش تسوون لو طب أبويا بديرة اليوم؟ الله يا شيخ كاسب، لا بدي أعالج الموضوع بالحكمة، واني يريد أروح لديرة بني عطية ودز الشيخ ذياب وصويط للشيخ كاسب. المكان مين تقعدون بيه للوقت المناسب؟ فواز يعونك. إن جاكم أبويا جربوا تتفاهموا وياه بلين والحسنى. يا غالية أنا ضد العنف، هد بالك. لا تخافي يا بنيتي، لا تخافي، ربي يساعدك. اسمعوا، فتحوا عيونكم مليح
وما تخلوا هالطير الطاير يدخل لهذا المكان. ايوه حاضر. خطركم. مع السلامة. بنيتي سمرة خطفوها، وين الرجال؟ وين النشامة يردوا لي بنيتي سمرة؟ طولي بالك يا وطفة، طولي بالك وصلي على المختار، أريد أعرف تفاصيل الحادث. كنت راجع من الصيد يا شيخ كاسم. بالصدفة مريت من طريق البير، لقيت البنيات مربوطات للشجر والكمامات على فمهن. وهذه الورقة وين لقيتها؟ لقيتها بيد بنية من البنيات. البنية تقول خاطف سمرة انتهى الورقة وطلب منها تنطيها لفواز الميزر أو للشيخ ذياب. أنا داخل على الله وعليك يا شيخ ذياب، رد اللي بدي سمرة. فواز الميزر وصل. يا هلا يا هلا يا فواز، يا هلا بيك. إيش اللي صار يا شيخ ذياب؟ بنيتي سمرة خطفوها يا فواز. خطفوا سمرة؟ من خطفها ومتى؟ هذه الورقة تركها الخاطفون في يد البنية. اقراها اقراها وسمعنا يا شيخ. البادي أظلم، فواز الميزر خطف بنتنا غالية والفرس الطويصة، خطفنا بالمقابل خطيبته سمرة. ردوا لنا غالية والطويصة نرد لكم سمرة. أي محاولة منكم لاستعمال القوة ضدنا ترغمنا على قتل سمرة. فواز الميزر لوحده وبس يجيب غالية والفرس إلى قلعة النمرود ويستلم سمرة، المهلة لغاية يومين من تاريخه والد غالية الشيخ نمر بن عيد. نمر بن عيد؟ معقول؟ ردوا له التويسة وردوا له بنيته غالية واللي يريده، بس هاتوا لي سمرة. كيف نرد غالية ونعرضها للخطر؟ لو توقع بيد أبوها يقتلها من غير رحمة. وإيش رأيك يا فواز؟ وين سويت راعة طويصة؟ سويت سافر للمدينة يشتري حوايج لعرس سمرة والطويسة وياه. وإيش دخل سويت؟ حنا الحين في قضية سمرة. الشيخ نمر يريد غالية ويا الطويصة. معقول نقبل بمطالب الشيخ نمر ونردخله يا فواز؟ سمرة بيدو، تريد تقتلها يا عامر؟ وغالية تهون عليك يا فواز؟ أنا حريص على سلامة الاثنين، لكن الغضب وركوب الراس ما يفيد أحد. يا ويلي أقبل علينا الليل وسمرة بقلعة النمرود تقاسي الويل على يد الخاطفين. سيروا يا رجال بالعجل هاتولي سمرة. وإيش الحل عندك يا فواز؟ الحل عندي نروح يم الشيخ كاسب والعرفة كريشان نتشاور معاهم ونعرف الرأي الزين. بالحق نطق. عامر خليك أنت والرجال على حضر في كامل سلاحكم حتى أرجع لكم. احنا جاهزين تحت الطلب يا شيخ كاسم. زين. اريد عامر يرافقنا لان القضيه تعنيه كما تعنينا. ما يخالف اروح وياكم. زين هيا يا رجاء. يا رب تجيب العواقب سليمه. يا خاله حرصي على سمره ما يقل عن حرصك عليها. هيا يا فواز هيا هيا بينا. اطمني اطمني يا رب. يا ويل ويلي من هذه الليله السوداء. هاكي طعامك. رد وياك ما اريد اكل. بعدين جوين تنحفين وجايز تموتين، يقوم فواز الميزر يزعل عليك. فواز الميزر باكر يحطم روسكم ويقطع اوصالكم يقطعين الطرق. قلت لك حنا من خيرة الناس، انت قدمتي لي طعامك بوقت الغداء وأنا قدم لك طعامي بوقت العشاء، طلعنا خالصين. لو دريت بيك إنك شحاد محتال كنت قدمت لك سم الموت بدل الطعام.
قلت لك حنا من خيرة الناس، كلي طعامك ودعي ربك يجيب فواز الميزر بالمطالب. الشيخ نمر أخطأ بعملية خطف ثمرة، كان واجب عليه يجيني حتى نحل المشكلة وياه بالتفاوض. اللي حصل حصل يا شيخ كاسب. ثمرة الآن يتهددها الخطر في قلعة النمرود، والشيخ نمر شروطه محددة برجوع بنته غالية والفرس الطويصة. الشرط الأهم عند الشيخ نمر إصراره على قدوم الوحدي أنا وغالية، وتهديده بقتل سمرة اللي جانا للقوة. يا وجوه الخير يا وجوه الخير، الشيخ نمر بن عيد رجال عنيد ناشف الرأس، وتراه ينفذ التهديد إن جيناه ورجالنا بنية الحرب.
عليم الله قلبي ما يعرف الخوف، وأنا مستعد أضحي بروحي وبدمي من أجل سمرة، لكن المسألة تحتاج للحكمة للتروي. الحين كيف تعالجون هذه القضية بدون اللجوء للقوة؟ خلوا في بالكم غالية ما نريد يمسها مخلوق بالسوق، وحنا مستعدين نقدم رواحنا في سبيلها. العارفك ريشان صديق الشيخ نمر مسنين طويلة، يمكن قادر على التفاوض وياه بالحكمة المعروفة عنه. زين أنا موافق يا شيخ كاسب. حروح وياك يا أبو محمود. لا يا فواز، رواحك وياك ريشان خطر على حياتك. يا أخوان الشيخ نمر جايز إن شافك يفور براسه دم التار ويقتلك من فوق السور. الخطر ما يهمني، قصدي تخليص سمرة وتوضيح الأمر اللازم بخصوص غالية. فواز صاحب القضية وتفاصيلها كلها وياه، ورواحه لقلعة النمرود ضروري يا شيخ كاسب. روح يا فواز، وإن كان في زوم أني أروح وياكم. لا يا عامر أنت ما تروح، وقضية ميثان تجي من بعد. زين توكلوا على الله. قوم يا أبو محمود قوم. يلا شدوا على الخيل واسروا بظلام الليل، ربي ياخذ بيدكم. نشوفكم بخير. في امان الله. وعليكم التوفيق. في امان الله. طمن بالك يا عامر، غاليه في امان، نحميها بارواحنا. على الله يا شيخ كاسب انكم ما جزيتوها لمنطره كرملوز. غاد اسلم لها، من حولها 10 مسلحين يحرسونها. اقعد قهوة يا مبروك. آخر الأسبوع لنقضي ساعة كاملة مع الطرفة والنعم. شوف أفلامك لازم أشوفها ليه؟ ما نعرف. أهلاً أهلاً. ده أنا حفرقة أول حين سنع بين جابوا ثالث ولا عبد ربوه ولا ساحة داحن بوه. يا مصيبة. شكرا مصيبة. شكرا. آخر الأسبوع الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. حوارنا اليوم عن الإبداع والتراث، وتدق الكلمة ساعة. شاعر عربي استطاع أن يتخطى معادلة الموت والحياة. أفضل وأنزه ناقد عربي. الشكل والمضمون في نفس الناثر، هناك شكل ومضمون. عطائي نابع عن صدق. مذهب شعري هذا ما له علاقة بنوب بالإبداع الشعري. إن قصيدة النثر ليست شعرا. يمكن نأخذ نصا ونقول عنه إنه شعر دون أن يكون موزونا بالضرورة. فقدوا معايير الشعر أساسا. الكلمة تدق الساعة 11 مساء على قناة ذكريات.
صباح الخير. أي خير يا وجه الشر؟ أريدش تعرفين حنا مين وإيش نريد. اللي يخطف بنات الناس إيش يكون؟ علواه إنش طرحتي هذا السؤال على فواز الميزر يوم انخطف بنتي غالية. أنت الشيخ نمر بن عيد؟ أشوفك تعرفين اسمي مليح يا سمرة. هل حدثت عني ذاك الخسيس بواق الخيل خطيبك فواز؟ لا تين فواز يا شيخ نمر، انت غلطان. كيف غلطان؟ لو تعلم باللي جرى وصار لابد تغير رأيك بفواز الميزر وبغالية بنيتك. لا تحاولي تخدعيني بس سوالي في الكاذبة. أريدك تعرف قبل كل شيء نقطة هامة بالقضية. ويش قصدش؟ غالية بنيتك ما لوثت اسمك. كيف؟ فواز الميزر تخاوى وياها قبل ما يردفها وراه على الطويسة ويجيبها لديرة الشيخ كاسب. جرح أصبعها ومزج دمه بدمها وتعاهدوا قدام الله يكونوا أخين. إذا كان كلامك صحيح أريد أعرف السبب اللي خلاها تنطيها الطويسة وتترك ديرتها لجله. تعال اجلس يا شيخ نمر واني أحكي لك السالفة من أولها لتاليها. عامر! هلا بالخير. يا هلا ومرحبا. يا هلا. هلا بيكم. مين خبرك عن وجودنا بالمنطرة؟ خويكي فواز. فواز؟ وين فواز؟ فواز سار إلى قلعة النمرود ويا العارفة كريشة. إلى قلعة النمرود؟ إيش له هناك؟ لا تنخضين يا غالية، أريد أقول لك خبر. إيش هو؟ وليدي فواز عسى ما هو بخطر. يحصل خير، يحصل خير، هدي بالك يا غالة. ايش السالفة؟ قول يا عامر. يا غالية، ابوكي ورجاله خطفوا سمرة البارحة بوقت الاصيل وساروا بيها الى قلعة النمرود. ما زالوا يطلقون النار يا شيخ نمر، روح شوفهم. بني عطية باين عليهم ركبوا راسهم وما نفذوا شروطي. أوقف النار يا شيخ نمر وتفهم وياهم ما دمت عرفت الحقيقة مني. عجل يا معود. بالحال. فواز. نوري أوقف النار. أوقف النار يا نوري. شيخ نمر، على من تطلقون النار؟ اثنين خيالة كانوا قاصدين باب القلعة تمترسوا خلف هذيك الشجرة. مين انتم؟ واش تريدون؟ لا تطلقوا النار يا وجوه الخير. انا لا عارفك ريشان ويايا فواز الميزر، جينا نتفهم يا شيخ نمر. اسمع يا برميح، حنا نريد السلام والامان، لا تأذي سمرة وترى بنتك غالية بخير وبأمان واطمئنان. شيخ نمر، شيخ نمر، لا تصدقهم، جايين يكذبوا عليك. اقتل سمرة، اقتل سمرة وارميها من فوق السور. انت السبب في كل البلا اللي حصل، صوّد الله بختك ونواياك الخبيثة. شيخ نمر، ايش اللي جرالك؟ ابعد غاد وخب سلاحك. روح جاي، روح جاي يا شيخ كريشان، روح جاي. انت وفواز الميزر لكم الله ومان الله. الشيخ نمر رجال وفي، تراه ما يضيع معاه الخبز والملح،
وما ينسى الصداقة بالرغم من رأسه اليارس. عيا يا فواز. لا لا لا، ما أريد أعرض سمرة للخطر من أجلي. وفواز يمكن يقتلونه بفورة غضب. يا ويل ويل يا ويل ويل. يا خالة يا خالة، فواز عاقل وشجاع وما ينخاف عليه، هدي بالك. خدني لأبويا، ناشدتك بالله خدني لأبويا وخلص سمرة. يا غالية، العارفة كريشان لابد يشرح له القضية بالتفصيل، طولي بالك. أبويا راسه يابس وانقال كلمة لابد ينفذها. الشيخ نمر جايز يقتل سمرة وفواز بوقت واحد، كيف يروح فواز ويخاطر بنفسه؟ كيف كيف؟ قلت لك خدني إلى قلعة النمرود وسلمني لأبويا، أريد أخلص سمرة وفواز من الموت. العارفة كريشان صديقه لوالدك، يسمع كلامه ويقدر رأيه، وما يمكن يؤذي لا سمرة ولا فواز. أنا خايفة وحياتي ما هي أغلى عندي من حياة اثنين أتمنى لهم السعادة. حياتك حياتك عزيزة وغالية علينا كلنا يا غالية. والباكر يرجع العارفة كريشان ويا فواز ونعرف منه كل شيء. أشوفكم خير. فواز. سمرة يا ميت هلا. يا هلا بيك. قاتل الله سوء الظن. إن بعض الظن إثم. الحمد لله اللي تبينت لك الحقيقة وارتاح بالك يا شيخ نمر. سامحيني يا بنت الكرام، أني تعبتك وروعتك. تعب والخوف يهون كرمال ظهور الحقيقة يا شيخ نمر. أني سمعت نصف الحقيقة من العارفة أبو حميد، والنصف الثاني منك ومن العارفة كريشان صديقي ومن فواز الميزة. لو صغيت العقل الرحمن وجيت الشيخ كاسب تتفاهم وياه ما كان حصلت هالدوشة كلها أصلا. الحق على ذاك الشرير نوري، هو اللي أوحالي بالفاينات والظنون السوداء. عفى الله عما مضى، اليوم يبدأ عهد جديد بيننا وبينك يا شيخ نمر. عين خير عين خير. الحين نرجع للديرة وترجع ويانا يا برميح، تحضر عرس سمرة وفواز الميزة، وتسترجع بنتك غالية وتعود بأمان. أريد أشوف النوب صوت بن جازي راعي الطويسة وبارك له بيها. أما ذاك الشرير هواش التايه، أخ لو يوقع بيدي لقطع أوصاله وارميها لوحوش الفلة. أصحاب الشر مساكين يا برميح، نفوسهم تعيسة وقلوبهم مريضة، أدعي لهم بالصلاح والتوبة. ربه يصلح الحال. من كل هذه الدوشة ما يهمني إلا الاحتفاظ بالطواس وبنتها. شوف يا شيخ أديان، وحق الله أقلب الدنيا على راش الشيخ نمر لو حاول ياخذ فرسي مني. يا صويت يا صويت، فرسك تبقى لك. حنا الآن مهمين هم سمرة المخطوفة وهم غالية المتهددة بخطر والدها ورجاله. تقاتلون أقاتل وياكم، تسالمون أسالم وياكم، إيش ما تطلبوا مني أفعل، ما عدا التخلي عن الطواسة زينة الخير. أمرك غريب وعجيب يا صويت. علام العجب. سمرة في قلعة النمرود وجايز تنقتل بين لحظة وأخرى، وغالية المسكينة قاعدة على نار في المنطرة، وانت مالك هم غير الطويسة، جالها البلا هي وبنتها. تدعي علي ما يخالف، أما على الطويسة ما اسمح لك أبد يا ولد بارك. يا خلق الله يا خلق الله، صلوا على المختار. اقعد يا صويت، قهوة يا ولد قهوة. الوين يا عامر؟ هذا الرجال لو بقيت وياه دقيقة أخرى تراني أعطق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مخالفي غربونا واهتدينا، عاود الحب الهني وسلم علينا. يا ولي في غربونا واهتدينا، عاود الحب الهني وسلم علينا. واللي كان سدود بدروب الهوى دارت الايام بيهم والتقينا والتقينا والتقينا. سافر سواد الليل يا سمرة، وما ضل بدروب الفرح غصات. مرهون عمري للبشر زهرة، وصوتك بقلبي فتح الزهرات. يا بعد عيني يا ابو النفس الرضية، يلي ايدك تمسح الدمع السخية. يا بعد عيني يا ابو النفس الرضية، يلي ايدك تمسح الدمع السخية. يا صبح نور حياتي وشال همي، قلبي وعمري إلك صارن هدية، صارن هدية، صارن هدية. يوم السعد يا قليب ناطرنا، واللي وعدنا ما خلف ميعاد. يا كحيل جد السير وصلنا، طال الدرب والشوق بينا زاد. في غربونا واهتدينا، عاود الحب الهني وسلم علينا. يا ولي في غربونا واهتدينا، عاود الحب الهني وسلم علينا. واللي كانوا سدود بدروب الهوى دارت الايام بيهم والتقينا 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 والتقينا. يا ويل قلب عليك يا ثوب، جابك سويت لعرس الغالي يا سمر. ما عاش قلبي، مين اللي يلبسك بعدها؟ انقتل هذاك البغض اللي خطفها. كفاية نوح يا حرمة، فالله ولا فالك. ربي كتب علي الشقا والتعطير، ايش اسوي؟ بخت اسود ايش اسوي بيه؟ بختياني الاسود بيكي، من يوم ما تزوجتك وكان وجهك وجه بنتك سمرة علي نحس. على وقت تزوجت غراب البين ولا تزوجتك؟ غراب البين احن منك علي وعلى بنيتي سمرة. أخ يا ردي يا ولا، ما تخجل على روحك حتى بساعة حزني وحرقة قلبي. إن طولتي والله قصرتي وصرتي شبر واحد. تراني ما أتنازل عن الطويسة كرمال بنتك سمرة حتى لو قتلوها. إيش قلتي؟ ألواه تروح روحك وروح الطويسة وياك، طول عمرك ما منك خير الحد بالدنيا. ضبي لسانك يا عقرب النحس، الشمس قربت على المغيب، أريد أروح أفسح الطويسة. درب السد ما ترد والراح ما يعاود. غابت شمس يوم آخر، ولا علم ولا خبر من قلعة النمرود. أخاف تكون وقعت الواقعة بين أبوكي وفواز وكريشان. ربنا يعلم. تمنيت ياخذني عامر لابويا واخلي السمره وفواز من هذا الوضع. هذا فواز، ربنا يجيب الخير وياه. يا ولادي الله جابك بالسلامه. بعد عيني انت يا فواز، يا هلا بيك. تسلمي يما، مساكم الله بالخير. مساك الخير. خير يا اخوي؟ الامور انحلت على احسن وجه، والاشكال زال عنك والحمد لله. كيف كيف يا فواز؟ والله شفنا والدك في قلعة النمرود وسلفنا له باللي جرى وصار، وبالنهاية اقتنع وصفح عنك. وينه؟ وينه أبويا؟ أريد أشوفه. الحمد لك يا رب، الحمد لك يا كريم. أبوكي في بيت الشيخ كاسب، هو وأخوك رميح ونوري ناطرين رجوعك. وسمرة عساها بخير؟ والله سمرة بلي في خير، وقبل شوي وداها دميثان وخضرة زوجة الشيخ كاسب إلى بيت الصويت.
يعلم الله اني دعيت لك ليل ونهار بالرضا والتوفيق. رضاك يا يمه اسراج ينور طريقي، ربي يصونك لي ويطول عمرك. يا رب تعيني غالية، افردي وجهك هلا وسيري مرفوعة الراس، الحيف زال عنك. خطني لابويا بالحال يا فواز. ايه يلا جمعوا حوايجكم حتى نسير. مش حتندم عليها ابدا. تجميع تايوان. خلاص خلاص ارتحنا. وين دخنا؟ وين شو بليك لو بليك؟ وش المطلوب؟ شوفوا اللي حلفي ده. انا ما في معلومه بس سوي. الله شو ده حقيقه. الظاهر نحس اني خايف. دعيني انتوا ليش خايفين؟ اهلا وسهلا، نروح للتحيات ومش عارف كيف. وبعدين ضف يور فيس. ذكريات طاش، الاحد 7:30 مساء على قناة ذكريات. هذا البرنامج الذي نعرض فيه قصة شخصية شهيرة في الادب العربي القديم. هذا اعجب ما سمعت. اخيرا. ولكن هذه الشخصيات رغم شهرتها ما زالت موضع الشك. خذها مني يا أشعب حكمة نصوحة. هل وجدت فعلا تلك الشخصيات وعاشت أم كانت مجرد ضربا من خيال الأدباء؟ قدرت ذلك وكنت أتوقع هذا اليوم. حلو، هيا. بين الحقيقة والخيال، الاثنين 11 مساء على قناة ذكريات. يا غالية. نعم يوبا. أني أنطيت مهلة 3 أيام قبل ما أطلب جوابك بخصوص دميثان ابن براك، واليوم انتهت المهلة. وإيش تقولين يوبا؟ أني ربيت تحت جنحك الحنين على الطاعة والرضا، واللي تشوفه خير ليا أني راضية بي. فواز الميزر تمنى علي تكونين لدميثان، وخاطر فواز عزيز علي كرمال اللي سواه من أجلك. قولي بصراحة، تريدين دميثان حلال لك يا غالية؟ دميثان رجالا زين بشهادة فواز والشيخ كاسب والشيخ دياب، وتراه النوب بدوي أصيل الحسب عريق النسب. يا غالية، إن وافقت على زواجه منك
تراني أخلق مشاكل لها أول ما لها آخر، بيننا وبين سايبنا عيال الفايز. أنت أدرى الناس بهنيدا الفايز والعمايل الشينة اللي قام بيها. لا ترميني بجيزة تندم عليها بالتالي وتكسب خطيتي. أنا محتار محتار يا غالية محتار. يوبا أنت عقيد الحسنى بوادي العرعر والشيخة بيدك وحولك ثلاث أولاد نشامة يفرون الصخر والعشيرة كلها وياك على الخير والشر، إيش اللي مخوفك من عيلة الفايد وذاك الشرير هنيدة؟ خوفي على دميثان وعليش يا غالية. نور الفايز واخوه هنيدي تراهم يآذونه ان تم هذا الزواج. دميثان ورا رجال يكسرون عيلة الفايد لو بادوهم بالأذى. عيلة العطية امتلية السهل والوادي والوعر. ما دمتي راضية بيه وخاطر فواز الميزر خويش عجيز علي نتوكل على الله. واليوم قبل الرحيل عن ديرة الشيخ كاسب استدعيه ويا فواز نتكلم وياه بالأمر. سويت يا سويت. اقعد يا راجل، اريد اصالحك بهذا اليوم المبارك. اليوم ايش هو يا حربة؟ اليوم الجمعة، اليوم عرس الغالية سمرة. ما يخالف اصالحك كرمال سمرة بس. زين سمرة يا سمرة. نعم يا يما. روحي جاية بنيتي. حاضر يا يما. اقعدي يا بنيتي اقعدي. عمي سويت. وايش تريدين يا سمرة؟ اريدك اليوم تعزم بنيتك فضة ويا زوجها على عرسي. فضة مريضة وما تقدر تغادر فراشها. ربي يعافيها سلامتها. يا عين امك. هاي ما قرب وقت العرس يا روح امك، قوم البثي ثوب الفرح والهنا. حاضر يا يمه. يا هلا يا هلا فيك يا سمر. يا هلا بالعروق. يا هلا بالعروق. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالعروسين. يا هلا يا هلا. هذا يوم مبارك وسعيد. يا هلا بيك يا شيخ دياب. يا هلا بيك. يا هلا برجال الشيخ دياب. يا هلا بيكم. حياك الله يا ابوي. يا هلا بيك يا سمر. فرحتنا كبيره بيك وفواز يا سمره. وين عمك سويت؟ اريد اشوفه. هذا سويت راح الطويس. سلام عليكم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ابو سويت. هذا اللي كان سبب الدوشه والمشاكل. مبروك عليك الطويسه يا سويت. اني متنازل عن حقي بيها. الحين اقدر افرد وجهي واستريح. مشكور مشكور يا شيخ. فرحتي تعادل الدنيا اليوم يا سمره. ربي يطول عمرك يا ست الحبايب يا حنونه. فواز اتمنى عليك تسمح لسمره تغني بهذه الفرحه. ايه بالله. فرحتنا اليوم ما بعدها فرحه، خليها تغني يا وليدي. والله مطلبكم غالي علي يا حبيبي.
غني يا سمرة غني. بوجه عمك صويت غني يا سمرة. غني يا سمرة. حاضر يا عم صويت حاضر. مدى الأيام سيف الحق طايل، مدى الأيام مسروج الأصايل، وشمس ضلت ناول كل يدري عدروب العز فرقنا الشمى. Yeah. مش كل خيال يا ربعي سيف وطايل، مش كل الخيل أصايل يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربعي سيف وطايل. يوم الحزات يا حبيب بتلقى الفارس حارس ديرتنا وكل ما يل يفضل مايل. مش كل الخيل أصايل يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربعي سيف وطايل، مش كل الخيل أصايل يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربع سيف وطايل. في يوم الحساب يا حبيب تلك الفارس حارس ديرتنا وكل مايل يفضل مايل. مش كل الناس تبكي بجرة ربابة، مرفوع الراس ما يتعدى أحبابة. مش كل الناس تبكي بجرة ربابة ومرفوع الراس ما يتعدى أحبابة. فتش عساس والبيت تلاقي صحابة، شيال الضيم والشايل يصعب شايل. ضلك يا حب عديري بدر مكمل، جلاب الخير للديرة طل وحول. ضلك يا حب عديري بدر مكمل، جلاب الخير عديري طل وحول. حنيت ايدي والرمش المخمل اكحل، محبوبي لي أهل بعالي الشمايل. مش كل خيال يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربع سيف وطايل، مش كل الخيل أصايل يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربع سيف وطايل. يوم الحساب يا حبيب تلقى الفارس حارس ديرتنا وكل مايل يفضل مايل. افراح كل زفة تكمل زفة، وزغرودة حب تربى وتعلى عالشفة. دومي يا افراح كل زفة تكمل زفة، وزغرودة حب تربى وتعلى عالشفة. ومن زهر الحب كل عاشق يقطف قطفة، من هالاحباب صافي والفارس ناهي. مش كل خيال يا ربع سيف وطايل، مش كل الخيل أصايل يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربع سيف وطايل. يوم الحساب يا حبيب تلقى الفارس حارس ديرتنا وكل مايل يفضل مايل. مش كل الخيل أصايل يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربع سيف وطايل، مش كل الخيل أصايل يا أبو صايل، مش كل خيال يا ربع سيف وطايل. يوم الحسات يا حبيب تلقى الفارس حارس ديرتنا وكل مايل يفضل مايل. أحسنت.
احسنت يا سمرة. هو قالك يسلم قولك ونقالك يا سمرة. يا فواز يعونك لك فضل علينا كبير بتخليصك بنتي غالية من ذاك الخسيس هواش التاية، واريد كافي. استغفر الله يا شيخ نمر، انا قمت بالواجب. لا بالله، لا بد اني اكافئك، اطب علي واتمن. والله تراني لي طلب عندك، طلب واحد. ابشر بالخير، وش هو؟ دميثان بن براك صديقي وولد عم زوجتي سمرة، نريد بنتك غالية حليلة له. واني اضم مطلبي الى مطلب فواز الميزة، واتمنى عليك يا شيخ نمر تلبي. يا شيخ نمر، دميثان رجال جويد ومن خيرة شباب القبيلة، واني اتمنى عليك ترضى بي زوجا لبنتك غالي. اي بالله يا عمي نمر، تخلي الفرح فرحين اليوم. وين دميثان؟ اريد اشوفه. وين دميثان؟ يجي في الحق. قوم يا صويت ونادي دميثان. ما يخالف، هيا بالعجل يا طويت. الف طلب مثل هذا الطلب. والخيل عالزلي مسروجة للفرسان والسيل.